مركز الخدمات التربوية المساندة لذوي الصعوبات التعلمية في 6 حزيران 2014 برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ الياس بوصعب. يقدم المركز الخدمات الآتية: خدمات علاجية لتلامذة المدارس الرسمية والخاصة شبه مجانية، تدخل متعدد الاختصاصات يواكب التلامذة ذوي الصعوبات، خطط فردية لكل حالة تقوم على 3 ركائز أساسية: المدرسة، شروط التعليم، الأهل، المتابعة اليومية، مركز الموارد وخدمات المعالجة، بناء خطة التدخل الفردي، معلومات حقلية توجه تدريب المعلمين بالاستناد إلى الحالات المدروسة. يستقبل المركز التلامذة من عمر 3 سنوات حتى 18 سنة معتمداً على فريق متعدد الاختصاصات: المعالجة النفسية، تقويم النطق، معالجة النفس حركية، والتقويم التربوي. ويهتم بالاضطرابات الآتية: الانفعالية أو العلائقية، السلوكية، النمائية، الانتباه والحركة المفرطة، النفس حركية، التواصلية، اللغوية المحكية والمكتوبة. كما يؤمن المركز الخدمات الآتية: رصد الحالات، تشخيص الصعوبات، بناء مشروع التدخل الفردي، تعهد المعالجة والمتابعة، توصيات للمعلمين، التوجيه العائلي، التكيف المدرسي، التكيف النفسي الاجتماعي. إن الواقع الاقتصادي، الصحي، النفسي ومتابعة التعلم من بعد للمتعلمين ذوي الصعوبات التعلمية وضع الأهل تحت ضغوطات نفسية، مما يستدعي تأمين الدعم النفسي لهم.